تعالوا نرحب مع بعض باللاعب الجميل اللي انا بحبه احمد رفعت نجم نادي فيوتشر. يا ابو حميد مساء الفل عليك. كابتن شوبير ازي حضرتك؟ طمني عليك. يا رب تكون بخير. الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا مبسوط انك استعدت فورمتك وتالقك. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله على السلامه. الحمد لله، الله يطول عمرك، ربنا يخليك. احمد رفعت حبه فوق حبه تحت، ايه يعني الناس تشوف احمد رفعت في اعلى مستوى يتألق في البطولة العربية، نجم النجوم مع نادي فيوتشر، وبعدين فجأة يستخبى شوية، وبعدين فجأة يرجع تاني على أعلى مستوى. هل الكلام ده صحيح ولا أنت ممكن تقول لنا الإجابة؟ لا والله خالص، لو حضرتك يعني عارف، أكيد حضرتك عارف التفاصيل اللي حصلت الفترة اللي فاتت. يعني الموسم اللي فات أنا ما كنتش موجود بشكل كبير، أنا كنت مسافر مرة في الإمارات مع نادي الوحدة، وقعدت 6 شهور ورجعت. لما رجعت يعني يا دوب لعبت 4 أو 5 ماتشات، وكان عندي اصابه كده شويه، فقعدت فيها اكتر من كذا شهر. ف والموسم كان انتهى، وبدانا بقى الموسم الجديد الحمد لله. الدنيا مشيت بالشكل اللي احنا ده. يخليني اسالك يعني في بدايتك مع نادي الوحده، اكيد انت عارف انا كان عندي تواصل مع السيد راشد الزعابي رئيس الشركه، والراجل سالني وقلت له احمد رفعت اتبني عليه فرقه، والبدايه كانت رائعه وبتاخد رجل المباراه ونجوميه غير عاديه. ايه اللي حصل؟ والله زي ما حضرتك بتقول، فعلا الامور كانت ماشيه بشكل كويس جدا، ويعني انا كنت مبسوط جدا هناك. هم نادي يعني نادي انا بحترمهم جدا الحقيقه، وحبيتهم حتى كمان جمهور النادي. الامور كانت ماشيه بشكل كويس جدا، لكن يعني بدانا في النص كده حصل شويه حاجات. في حاجتين مهمين، يعني في حاجه طبعا مش هقدر اقول لحضرتك عليها، والحاجه الثانيه يعني بدانا كان في مدرب موجود، ويعني ابتدت طرق اللعب تتغير. كنا في الاول بنلعب بشكل معين، بعد كده ابتدى الامور ما كانتش ماشيه بالشكل المناسب، وعشان كده كان لازم خلاص ان انا ارجع، ورجعت وكملت مع فرقتي. والحمد لله يعني الموسم ده احنا بدانا بشكل كويس، وده كان المطلوب يعني الحمد لله. البعض كان خايف على مودرن فيوتشر بعد غياب او رحيل عدد كبير جدا من اللاعبين، بوبو ومهند ومرعي وسعد والبدري وغيرهم من اللعيبه، لكن البدايه كانت مفاجاه، فوزين في الدوري العام وتالق في الكونفدراليه على حساب سنجيده التنزاني. شايف مسيره مودرن فيوتشر سواء في البطوله الافريقيه او في المسابقات المحليه ممكن توصل لحد فين السنه دي؟ والله برضو انا عارف يا كابتن انه الكلام ده كان بيتعد يعني مش عارف ايه سببه، لكن النادي يعني حضرتك متابع طبعا من اول ما بدانا، حبالنا 2 سنين ودي السنه الثالثه. الامور كانت ماشيه بشكل كويس جدا، واهداف النادي كانت بتتحقق بالشكل المطلوب. كل موسم يمكن اكتر كمان. السنه دي احنا بدانا يا دوب يعني ما لعبناش غير ماتشين في الدوري، وماتش بيتلعب على ماتشين، والحمد لله حسمنا مجموع الماتشين لصالحنا، وهنلعب ان شاء الله في المجموعات بشكل رسمي. وفي الدوري كان عندنا ماتشين الحمد لله كسبناهم. هي بداية كويسة، لكن هي لسه مش بداية كاملة يعني حركة. نعم. بداية كاملة يعني على الأقل عندك ماتش مع طلاع الجيش، يعني في حالة فوزك تستمر في الانتصارات وتستمر في الصدارة، وده الهدف يعني. نعم. الهدف اللي انت طول الوقت تفضل تكسب، انه خلاص الفريق مصنف ان هو فريق كبير طبعا. الفريق اتجمع، كان فريق طالع من تحته، وبدأنا في خلال 2 سنين. نعم. النادي اتحط في مكان مختلف تماما. صحيح. يعني بمساهمة كل الناس، اللعيبة وإدارة النادي والناس المسؤولة، وطبعا كابتن علي لما كان موجود. فالأمور ماشية بشكل كويس. بمناسبة كابتن علي، يا كابتن أحمد عايز أسألك عن ما يتردد، يعني يقال ان احمد رفعت مرتبط ارتباط شديد بالكابتن علي ماهر، وانه الكابتن علي ماهر طلبه للانضمام لنادي المصري، وما عرفتش قرارك، هل ده حصل بالفعل ولا لم يحدث؟ هل هو فكره الارتباط بكابتن علي دي حاجه موجوده؟ كابتن شوبير حضرتك عارف انا بلعب مع، يعني بقالي 4 أو 5 سنين بلعب مع كابتن علي بشكل مستمر. نعم. وانا برتاح جدا في اللعب معاه، ويعني بحب طبعا اسلوب لعبه. واحنا الحمد لله طول الفترات اللي فاتت دي كلها خلال 4 أو 5 سنين الامور بتمشي بالشكل اللي احنا عايزينه دايما. نعم. اهداف المكان اللي احنا موجودين فيه بتتحقق، وده بيبقى الـ الهدف الرئيسي. ف
فطبعا في اي وقت هيبقى عندي فرصه ان انا العب مع كابتن علي اكيد اكيد هبقى مبسوط واكيد هبقى عايز اعمل ده. لكن فكره انه احنا اتكلمنا او لا يعني هو كان كابتن علي عارف ان الموضوع شويه هيبقى صعب وعارف ان النادي مش هيقدر يفرط في يعني كان محدد ان هو يقدر يخرج لعيبه معينه بس في لعيبه مش هتخرج. نعم. الموضوع كان محسوم وقتها يعني. لكن فضلك قد ايه في تعاقدك مع مودرن فيوتشر؟ فاضل لي موسمين يعني الموسم ده والموسم اللي جاي. والموسم اللي جاي احنا كام سنه دلوقتي يا احمد؟ انا 30 سنه. معلش كام يا احمد؟ 30 سنه. يعني لسه قدامنا وقت طويل، لكن السنه دي تقدر تؤكد للجميع انك مستمر على الاقل هذا الموسم مع مودرن فيوتشر؟ طبعا انا مستمر لحد عقدي، او انه النادي بياخد قرار مختلف او بنتفق على قرار، ففي النهايه انا عندي عقد ومكمل مع ناديه لحد لما نتفق على اي حاجه تانية. طيب احمد، الناس يعني كانت سعيده بتالقك في البطوله العربيه مع كروش ووجودك في المنتخب في الفتره دي، لكنه غبت عن المنتخب الفتره القادمه. بدايتك الرائعه وتالقك مع مودرن فيوتشر بيدي لك امال انك تبقى في المنتخب من جديد؟ وهل والله كم اتفضل. انا فكره المنتخب دي دايما انت ما عندكش غير حاجه واحده بس، غير انك تلعب بشكل كويس، انه ناديك يبقى ظاهر بشكل المطلوب، وان انت تبقى مؤثر مع ناديك او مساهم في النجاح ده. مفيش اي حاجه تانية في ايدي يعني. لكن فكره ان انت تقول لمدرب تاخدني معاك المنتخب او ليه ما خدتنيش او الكلام ده يعني انا مش متعود اعمل كده. في مدرب هو المسؤول واكيد هو عايز ينجح وبيشوف الناس المناسبه اللي بالنسبه له. فلو انا من الناس يعني هو شايف ان انا المفروض ان انا ابقى موجود، فطبعا هبقى سعيد ان انا امثل بلدي وده شيء كلنا بندور عليه. لو ما حصلش خلاص يعني انا واحد من الناس اللي بتشجع المنتخب وبنتفرج يعني. بس كنت دايما محور اهتمام الاهلي والزمالك، حتى بعد ما رحت الزمالك ومشيت رجعت بقيت محور اهتمام الزمالك والاهلي. هل ده حصل قريب مؤخرا ولا الباب ده اتقفل تماما؟ ده بيحصل انه في كلام في اوقات كتير، لكن زي ما قلت لحضرتك انا مرتبط بعقد، فالنادي هو اللي بيقرر يعني. مصيرك مش بايدك لوحدك، مصيرك بايد النادي. حتى لو انت عندك رغبه في حاجه بتتكلم مع النادي، لو النادي موافق وشايف انه مصلحه النادي انه انت تخرج فده هيحصل، لو مصلحه مختلفه فاكيد هيحصل يعني. فاكيد القرار بيرجع للنادي في الاول يعني. غير النادي اللي بيدربه الكابتن علي ماهر ايا كان مين هو، مين النادي اللي بيبقى جد اكتر في المفاوضات مع احمد رفعت، زمالك ام اهلي؟ كان في اكتر من مكان، وكان الموضوع بشكل جدي واتكلمنا مع النادي يعني. انا بدات الكلام مع النادي هل انه في رغبه ان انا يعني اخرج، فالنادي رفض تماما. بنتكلم على حاجه غير المصري؟ بنتكلم على اكتر من مكان يعني، اكتر من مكان وانا يعني انا فتحت الموضوع مع النادي. هنا المكان بنتكلم على زمالك او اهلي يا احمد؟ ما انا بقول لحضرتك يعني في اكتر من مكان، لكن فكره ان انت زي ما بقول لحضرتك طالما ما فيش حاجه تمت فالمفاوضات والحاجات دي في الاخر خلاص كان مفيش اي حاجه حصلت. سعيد في مودرن فيوتشر ومبسوط؟ طبعا ده ناديا وانا موجود فيه من اول ما ابتدى النادي، ودي حاجه بتمثل لي كتير انه النادي بقى في مكانه مختلفه تماما. ده صحيح. انا كنت جزء انا وزمايلي من ده، فده شيء بيسعدني جدا. وعندك اداره محترمه دكتور وليد دعبس، من الشخصيات المحترمه جدا ده حقيقي يعني. ده حقيقي. ودكتور وليد دايما موجود في النادي، واهتمامه كمان الزايد بالفتره اللي فاتت بيخلي اللعيبه وانا يعني نبقى عندنا شغف شويه ان احنا نحقق اكتر من اللي اتحقق قبل كده. وده هدفنا الفتره اللي جايه، ان النادي يفضل مستمر في المكانه دي اللي احنا فيها، وازاي بقى هنتقدم وازاي هنطور وازاي هيبقى فيه مستوى اعلى. فان شاء الله نقدر نحقق ان شاء الله. كابتن احمد رفعت نجم نادي مودرن فيوتشر، بشكرك شكرا جزيلا.